الاتحاد الافريقي هنفضل طول عمرنا في الهم اللي احنا فيه ده طول عمرنا، كل سنة يختاروا دولة تفشل في التنظيم، يوم يختاروا دولة تفشل في التنظيم تاني، زي ما حصل السنة اللي فاتت. شفنا ايه يا جدعان؟ يعني اقول لك ايه، شفنا تعابين بتخرج يعني بتطلع من عين، يعني بتخرج من عين الحمات، شفنا يعني مش حيوانات مفترسة داخل الفنادق، شفنا حمار بيجري ولا لعيبة حمير مفترسة، وشفنا يعني جرادل بتاعة مستشفيات، جرادل بتاعة الترشي بتعمل فيها استشفاء للعيبة، واللي بيستحمى في تشت واللي بيستحمى بكوز. يا جدعان فيها يا جدعان، ده لعيبة جاي يعني محمد صلاح ده جاي من انجلترا لاعب ملايين بيعمل استشفاء في جردة بتاع ترشي، يعني اقول ايه؟ طيب اقول ايه؟ ولا في لعيب ولا في ولا في ملاعب ولا في اي حاجة خالص، ولا في تنظيم، واتوبيسات بتتسرق، وفي تهديد تحت السلاح، عايزين اكتر من كده؟ سوء تنظيم، انا مش عارف ايه بصراحة، مش عارف ايه.